حقيقة تعد هذه النتائج بالنسبة للتعاونية لله الحمد تاريخية، حيث تجاوزت محفظة التأمين اليوم أكثر من 14 مليار ريال، وهذا رقم تاريخي بالنسبة لشركة التعاونية. وفي الواقع أصبحت الشركة في وضع طبيعي كشركة رائدة والأكبر في قطاع التأمين اليوم في المملكة. وتضمنت الحقيقة النتائج عدة مؤشرات ممتازة، من أهمها ارتفاع معدل الأقساط المكتتبة بأكثر من 40%، وإجمالي الربح كما ذكرت تفضلت 480 مليون ما قبل الزكاة. ومن أهم الأسباب في الحقيقة التي أدت إلى هذا الارتفاع هو تركيزنا في الاهتمام بالعملاء وتقديم حلول تستقطب شرائح جديدة في مثل برنامج فايتاليتي وبرنامج تعاوني درايف، الذي استطعنا من خلاله على سبيل المثال جمع معلومات أكثر من 100 مليون كيلومتر من الداتا الخاصة بقيادة المركبات وتحفيز على القيادة الآمنة. وبالتالي أيضا شهدنا أيضا استمرار نمو القطاع الطبي، زيادة عدد المؤمن لهم في القطاع الخاص، والتوسع في عدد المشمولين من التأمين في المعتمرين والحجاج، وأيضا الكثير من النمو شهدناه لله الحمد في تأمين المشاريع العملاقة المرتبطة برؤية المملكة 2030. طيب بالمقابل دكتور، إلى أي مدى الارتفاع في بوالص التأمين وأسعارها خلال هذه المرحلة يعني ساعد الشركة ربما على إدارة الخسائر يعني بالنسبة لكم، وإلى أي مدى الشركة قادرة يعني بالفترة القادمة على الاستفادة كما ذكرت من ارتفاع عدد المعتمرين بشكل خاص لزيادة نسبة ربحية القطاع الطبي وبوالص التأمين الصحي؟ ما في شك أن هناك توازن كبير ما بين إدارة المخاطر التأمينية في الشركة وعملية الاكتتاب، تتم على أساس علمي واستخدام الكثير من الأنظمة الذكية في الاكتتاب، تساعد الشركة في أن تكون رائدة في مجال الاكتتاب بشكل يجعل تقييم المخاطر أكثر شفافية وأكثر حساسية للمتغيرات بشكل آني. هذا سمح للشركة بالنمو واستقطاب العديد من العملاء. بالأدوات الشركات التي تعد أو تعتد ب يعني قيام أعمالها على أسس تقنية متقدمة ولديها الكثير من الابريشيشن لموضوع الحصول على معلومات تخص صحة عملائها وصحة موظفينها داخل بيئة العمل. طيب يعني دكتور سؤال، هل لكم أو هل لديكم نية في التوسع في قطاعات مختلفة غير أو يعني حتى زيادة الاستثمار في قطاعات جديدة أو حتى من القطاعات التي تستثمرون فيها في الفعل ولكن زيادة في هذه القطاعات؟ نحن نعلم أنه لديكم عقود مع شركات كبيرة، البنك الأهلي السعودي وغيرها من الشركات التي تمتلكون عقود التأمين الطبي لها، ولكن فيما يتعلق باستثمارات في قطاعات أخرى غير التأمين الطبي، هل من الممكن أن تطلعنا على هذه الاستراتيجية؟ في الواقع استثمرت التعاونية بشكل كبير في قطاع التقنية لتقديم حلول تواكب احتياجات التقنية للعملاء، التقنية الجديدة. وفي الواقع نجحنا في الاستحواذ على حصتين كبيرتين في شركات تقنية، وإنشأنا أول شركة تأمين رقمية في المملكة اليوم. هذا يعكس اهتمامنا بشكل كبير ببناء القاعدة التقنية للشركة، وأن تكون الشركة قادرة على أتمتة معظم عمليات الاكتتاب، وتساعد طبعا بشكل كبير في نمو المبيعات الرقمية، وهذا شيء كان ملموس في نتائجنا خلال العام، حيث تضاعفت عملية المبيعات الرقمية أكثر من 5 مرات. نعم. وهذا شيء إيجابي جدا، ونحن يعني طبعا سنستمر في الاستثمار الرقمي ورفع مستوى تجربة العميل إلى مستويات جديدة إن شاء الله تساعد في النمو أكثر وأكثر. طب قد ايه مستهدفين حصة سوقية دكتور عمرو من التأمين الرقمي، وخصوصا أنه احنا سمعنا مؤخرا عن عملية الترخيص لشركة أجنبية يعني للبدء العمل بقطاع التأمين بالسعودية، هذا راح يأثر على حصتكم السوقية اليوم وكيف ترون مستوى المنافسة سيكون؟ لا اعتقد صراحه انه يكون لها تاثير كبير، سبب انه التامين اختي الفاضله هو عباره عن جيم اوف نمبرز سكيل، او خلينا نقول يمكن المصطلح العربي يغيب عني الان، لكن فكره التامين دائما قائمه على العدد،
كميه، وهذا وسبب جوهري هو توسيع المخاطر. فاليوم لشركه تامين ان تاتي وتبني قاعده عملاء كافيه، بحيث انه الشركه يكون لها قدره على تحمل مخاطر كبيره واخذ حسابات كبيره، هذا الموضوع ياخذ وقت طويل ويتطلب بنيه تحتيه عاليه، ويتطلب ايضا بناء ولاء العملاء بشكل سبقت التعاونيه بشكل كبير. طيب بما انه عم ينتهي وقتنا دكتور، بس عمليه التطبيق للمعايير 17 و9 يعني بالنسبه لقطاع التامين قد ايه له اثر اليوم على شركه التعاونيه؟ اثره ليس كبير بحمد الله. طبعا يعني هذا المعايير التي ذكرتي معايير جوهريه لها الكثير من التفاصيل والصعوبات، لكن لها تاثير في الحقيقه كبير على القطاع ككل. اعتقد تحدي، لكن البنك المركزي ومجالس الادارات ولجان المراجعه قامت بعمل ومجهود جبار حقيقه على مستوى القطاع، ليس فقط في التعاونيه، لمواكبه هذا التغيير العالمي. واليوم احنا فخورين ان تكون شركه التعاونيه وجميع شركات التامين في المملكه قادره على الانتقال للمعيار الجديد، سواء اي ار اس 17 او اي ار اس 9. حيكون له اثر اكيد على بعض الارقام من الناحيه من ناحيه الافصاح، ولكن يجب ان لا ننسى ان الايكونومكس او العمليه الاقتصاديه ما زالت واحده، الشركه نفسها والشركات نفسها والعقود نفسها، فما تغير شيء من ناحيه طريقه العمل نفسها. اذا دكتور عمرو الكردي الرئيس التنفيذي للماليه بشركه التعاونيه للتامين، شكرا جزيلا لك.